السلام عليكم. فيديو جديد واليوم خوتي بسخانة اللي رايح هذه الايام ديتكم وصفة تاع عصير حتعجبكم بزاف اللي هي ميكس ما بين الانانا ونوات كوكو. وبسم الله نبداو. وهنايا نديرو مبشور تاع الليمون، وهنا اخترت اني ندير 4 حبات ليمون. بعد ما دينا المبشور تاعهم نحطو في كاس، نديرولو ملعقة تاع ملح وشوية ماء سخون كالعادة باش تروح لهم المرورية. وندي العصير تاع 4 ليمونات هذوك، وفي الريسيبيون نحط المبشور تاع الليمون تاع قبيل اللي كان وجد عندنا، نديرو له العصير تاع الليمون اللي كنا ديناه من دوك 4 ليمونات، وبلا ما نساو نضيفو السكر ويكون حسب الذوق. وبلا ما نساو طعم الفانيليا تاع سكر الفاني تاع ايديال. وهنا في بلندر نحط الاناناس تاعي، راح نخليكم المقادير مضبوطه في الاخير شحال درت كميه تاع الاناناس. بلا ما نساو الجو اللي كانت مكونسيرفيا فيه، ونضيف الخليط تاع مقبل اللي كان فيه الليمون والمبشور ونرحيهم. في ريسيبيون كبير نضيفو هذاك العصير مع حوالي ريتل ونصف تاع ماء بارد. وبلا ما ننساو المكون الرئيسي اللي هو نصف كاس كبير تاع ياهوت تاع بذوق جوز الهند. والعصير تاعنا راه وجد، وديروه يبرد وبصحتكم. كيما شفتوا الوصفة تاع العصير تاعنا كانت سهلة بزاف وسخانة، لازم عصير كيما هذا. اللي يحبوا الانانا والنوات كوكو درنا لهم عصير كان فيهم ميكس ما بيناتهم لي دو مع القارص. وكالعادة خاوتي البنة ماشي نورمال.